هلو هلو حبوباتي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هقولك ازاي تدخني حواجبك او ازاي تكثفي شعر حواجبك، وبطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. اول حاجه هتعمليها هتسيبي حواجبك لمده شهرين، ودي اقل مده ممكن ان انتي تعمليها وتسيبي حواجبك. لمده شهرين ما تعمليهاش خالص. بعدين هتجيبي اي شيفنج، اي نوع شيفنج محبب عندك او النوع المفضل عندك، وتشيلي بيه الزوايد زي ما انت شايفين كده من تحت الحاجب ومن فوق الحاجب، وتشيلي الشعر الزايد علشان الشكل العام. وفي البنات بتبقى يعني مش لطيفة عندها انها تسيب الشعر، وطبعا بين الحاجبين هتشيلي الشعر. بعدين هتجيبي اي نوع سيروم حواجب تكوني بتحبيه، ويفضل نوع يكون بيحتوي على مجموعة زيوت طبيعية، وتجيبيه وتمشطي بالشعر زي ما انتوا شايفين كده، وتمشي وتتكي على الفراغات بين الشعراية، وعلشان تقدر بشرتك وحواجبك تمتص اكبر قدر من الزيوت وتستفاد بيها. وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، وبعد شهرين بتشوفوا نتيجة، هتشوفوا احلى نتيجة واحلى حواجب واحلى تكسيب حواجب. باي.